بيني وبينك الحين احنا مو طموحنا لا الدوري ولا الكاس. مو طموحكم عيل؟ لا لا احنا قاعد نفكر برا، هذا الطموح الانديه الصغار القادسيه. وين برا؟ هذا طموح الانديه الصغار القادسيه والكويت. لا ما في، ما في نادي صغير. لا لا احنا الكبير، احنا اسيادهم، احنا الاسياد. احنا ان شاء الله راح طبعا هذه المباراه هذه واللي هذه كلها تسخين يعني. الجاي اقوى واحسن باذن الله يا رب. نوصل النهائي ناخذ البطوله والدوري، راح تشوف من راح ياخذه وراح تيسو مع الغاء بعدين. زين انت شي هالدرجه؟ خلاص فهود يلا روح، مو واثقين خلاص روح بعدين تعال حاجنا. اوكي اي اكيد راضين. شلون اللعب؟ شلون شايف اللعب؟ اللعب تمام زين. اللعب راح تسوون بعدين؟ ها راح تسوون بعدين القسم الثاني بالدوري؟ راح تسوون بالبطوله هذه؟ والله البطوله للعربي، انا اعتبرها العربي واشوف افضل نادي يلعب الاخضر. راح تسوون بعدين؟ ايش راح تسوون بالبطوله؟ احنا الحين البطوله بعد ما خلصت، اللعبه الجايه مع الصليبيخات، فالله كريم من اللعبه الجايه. الله كريم بعلم الغيب يعني. راضي على المحترفين الحين؟ كاول اول لعبه، اول لعبه ما شو اسمه ما تحكم عليهم. ليش مو يعني مو راضي انت الحين؟ شعله حاط لك جول اليوم. انا واحد من الناس يهمني كل اللاعب الهداف زين، اللاعب الهداف اللي خلصك بالمباراه تمام. الى الحين ما شفنا شيء من المحترفين يعني. يب شفنا شعله حاط لك جول، شفنا جول تمام ماشي. انت لازم تستمر. نبي سوى المنتخب حق الاستاذ جابر ان شاء الله. كويت غاتسيه صبت بنايله. ما تقدر على الغاتسيه، ما قاعد تفوز على الغاتسيه. والله فوز، بس الحكام اليوم قبل، احنا ما نتكلم حكام حق ظروف مباراه، بعدين ديربي هذا سوانا. انا ما عندي يوم من الايام ما كان عندي محترفين، غاتسيه ما غلبني على ملعبهم، ما غلبني، ما عندي محترفين، عندي عقوبه. هذا ديربي ليش شيء ثاني. نبي رساله حق الشعله. الشعله بعد ما يحتاج هذا شنو نسيته والله. كذا يا ترلا يستاهل. الشعله هو حبيبنا وراح نحبه وراح يحبنا، وهذا الدوري باسمه ان شاء الله. شوف اقول لك شغله، احنا نقدر على الفرق كلها الا الغاتسيه، انا واضح، بس ان شاء الله انا متفائل اللعبه الجايه بتشوف شيء تاريخي راح يصير. تاريخي، وتذكر كلامي تاريخي. بس ماخذينها العربي خلاص، بس منو منافس حق العربي الحين؟ ايش دام الكويت سالميه شوير من الكويت. الكويت انا ما احطب الدوري بعد، يبي يواجهني. لا يبا خلصت الكاس هذا والدوري ان شاء الله والسوبر. العربي تغير خلاص. العربي تاخذون كل البطولات ولا انديه ثانيه؟ ان شاء الله السنه الرباعيه للعربي. البطوله عربويه باذن الله، احنا ما نطلع نفس بعض الناس ان شاء الله. انا بعض الناس عربويه، انا بعض الناس عارفين نفسهم، احنا ما نطلع نفسهم ان شاء الله. البطوله عربويه قدامك الكويت السالميه سهالات باذن الله، والعربي ما حد يطوله.